مساء الخير واهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حديث الاخبار، هكون معاكم على مدار الساعه اللي جايه. زي ما تعودنا في هذا اللقاء المتجدد كل يوم ثلاث بنعرف اخر مستجدات الحوار الوطني، وصل لفين، المواطنين هيستفيدوا ازاي كمان من ثمار هذا الحوار، وايه اخر الاخبار الخاصه بتوصيات ومقترحات المرحله الثانيه من الحوار الوطني. برحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني. استاذ ضياء مساء الخير. مساء الخير استاذ ريهام، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك، وقولي في الاول يعني ايه هو الجديد؟ هل هناك مستجدات اخيره ممكن نتكلم فيها فيما يخص اعداد التوصيات، فيما يخص اي مقترحات خاصه يعني بقضايا بيتم دراستها في المحاور المختلفه؟ هو طبعا حضرتك زي ما كنا استعرضنا المره اللي فاتت ما فصلناش كتير، لكن احنا المخرجات او التوصيات والمقترحات اترفعت لسيادة الرئيس وبينظر ليها دلوقتي، اكيد بتدرس يعني بطرق مختلفة، لانه مقترحات تفصيلية وكتيرة كتيرة يعني في كل ملف، زي ما اتكلمنا في بعض منها وذكرنا بعضها، عدد كبير منها تشريعي، عدد اخر قرارات تنفيذية موزعة بين اختصاص جهات اختصاص مختلفة، حاجات في السياحة، حاجات في الزراعة، حاجات في التعليم، حاجات في القوانين الانتخابات، حاجات في الأسرة، حاجات في قانون الوصاية، يعني شبكة كبيرة جدا من التوصيات. ويمكن كنا حريصين انه وده يعني كان ضروري، لان الشعب المصري هو صاحب الحوار، حوار من ممثلي للشعب المصري، رئيس الدولة فيها هذا الشعب هو اللي داعي الحوار، لكن الحوار للناس. وبالتالي احنا نشرنا في كل وسائل الإعلام نسخة كاملة من كل اللي طلع من الحوار وحيروح للسيد رئيس الجمهورية أو رحل، عشان الناس تبقى شايفة، وكل واحد بيدور فيه يشوف فيه إذا كان يعني لقى شيء بيدور عليه، شيء ناقصه، شيء، وكمان يشوف فيه إذا كنا احنا كمتحاورين، احنا مش ممثلين لحد، احنا كلنا يعني محدش انتخبنا، احنا يعني كل الناس دي متطوعة عشان تقوم بدور التعبير عن الناس. كمان فالناس اذا لقت في حاجه ناقصه بمعنى، او حاجه غلط، او حاجه ضد مصالحها، انا بقول على الهواء ارجوهم يبعتوا لنا، ارجوهم، احنا عندنا كل وسائل الاتصال الالكترونيه والعاديه بالحوار الوطني بمقره بادارته وامانته الفنيه، يا ريت يبعتوا لنا الورق. قدامهم حوالي 39 صفحه من التوصيات، احنا بقول للناس لو انتم شايفين في حاجه اتعملت بطريقه ما تناسبش مطالب فئه منكم او مطالبكم او ضد مصالحكم، قولوا لنا. لغايه دلوقتي الحقيقه الانطباعات ايجابيه، لكن النقطه اللي لازم اوضحها للناس انه مش ده كل الحوار الوطني، عشان بس ناكد على النقطه مره اخرى، دي مرحله من مراحل الحوار الوطني. احنا مرحله دي احنا مش مقسمين الحوار مراحل، لكن هو يعني بطبيعته تحول لمراحل. بمعنى ايه؟ احنا خلصنا جلسات عامه كتيرة في القضايا اللي احنا طلعنا منها بتوصيات، فما كانش ممكن نستنى لغاية ما نخلص كل القضايا عشان نعمل لجان مصغرة ونصوغ ونصيغ اقتراحات محددة للرئيس. فقلنا لا، كل اللي يخلص نعمله، او يعني اللي خلاص مش محتاج مناقشة عامة تانية نعمله. وبالتالي نتج عندنا انها اسمها المرحلة الاولى، انما دي مش ما كانتش لا في تفكيرنا ولا في تخطيطنا ولا حاطين لها تاريخ تنتهي عنده، لكن هي مرحله موضوعيه، بمعنى الموضوعات اللي انتهت عملناها، الحوار مستمر، قضايا كتير ما اتناقشتش، ده عشان نبقى واضحين، 13 لجنه فقط اللي اترفعت توصياتهم من 19 لجنه في الحوار. طيب هل ممكن حضرتك تشرح لنا ازاي بيتم دراسه القضايا يعني في الجلسات المخصصه لصياغه مقترحات الحوار، وازاي بيتم كمان اختيار الخبراء، بنضمن ازاي حيادهم تجاه القضايا اللي بيتم صياغتها؟ بص حضرتك، الجلسات المصغره بتبقى تكوينها تقريبا من 15 ل 20 شخص، وبيحضرها من يرغب من مجلس الامناء. طيب التشكيل ده بيتم ازاي؟ التشكيل ده بيتم بانه المقرر العام، انت عارف حضرتك تاني بنشرح للناس كل محور له مقرر عام ومقرر مساعد، محور سياسي، محور اقتصادي، محور مجتمعي، وتحت كل محور في عدد من اللجان، كل لجنه لها مقرر ومقرر مساعد. مقرر عام المحور ومقرر المساعد بيجوا في اللجنه اللي تتبعهم، بيتشاوروا مع مقررها ومقررها المساعد، فيختاروا ثلاث انواع من الناس. النوع الاول اللي بيمثل وجهات نظر معارضه، حوالي خمس اشخاص.
النوع الثاني بيمثل وجهات نظر موالاه او مؤيدين، خمس اشخاص تقريبا يعني، خمسه لاربعه لسته الى خمسه. الثالث، النوع الثالث خبراء. والخبراء دول بيبقوا ناس طبعا ما فيش حد محايد، لكن في ناس شغلتها دي. لما اقول خبير دستوري يعني يفهم في الدستور، يقدر يقول دينا اراء سليمه في ده. فبيبقى تشكيل اللجنه، لجنه المقترحات والتوصيات المصغر ما بين 15 ل 20 شخص متقسمين على الثلاثه، ومعاهم بيحضر في بعض الجلسات او في كل الجلسات طبعا مقرر اللجنه ومقرر مساعد. بعض الجلسات بيحضر مقرر عام المحور والمقرر المساعد، وبتدور مناقشات مش بنفس الطريقه اللي بنشوف بيها الجلسات العامه. لا، الجلسات العامه في قواعد موجوده، كل شخص اربع دقائق وبيقدم ورقه اذا كان عنده ورقه يكمل اللي ما قدرش يقوله، وما بيتكلمش مرتين الا نادرا، يعني نادرا جدا. في جلسات المصغره الحوار ملوش سقف، يعني ما فيش حاجه اسمها انت حضرتك تتكلمي خمس دقائق او عشر او نص ساعه، اتكلمي زي ما انت عايزه. المهم انك تقولي كل اللي انت عايزه تقوليه. ومن حق الخبراء انهم يتكلموا في كمان، يقولوا اللي يحبوا يقولوه تعليقا على شيء اتقال. ومن حق حضرتك تكلمي ثاني وثالث وعاشر. يعني ما فيش حاجه اسمها هي جلسه مصغره بتبدا وما نعرفش تنتهي امتى، ما بنحددلهاش وقت سقف. ليه؟ عشان لازم بعد نهايه الجلسه دي يبقى في شيء ما تم الاتفاق عليه. سواء اتفاق بمعنى توافق حواليه، بمعنى وافقنا كلنا على حاجه واحده، او اختلفنا على اكتر من حاجه بس خلافاتنا واضحه. كل ده في اطار ايه؟ انه في دستور بينظم ده، انه مش هنقدر نقترح حاجه مخالفه للدستور ولا حاجه يعني ممكن ما تتنفذش بمعنى العملي للكلمه يعني. وبالتالي لجان الحوار المصغره الحقيقه بتبقى عباره عن تلخيص وبلوره للي اتقال في الجلسات العامه. مفيش فكره واحده تتقال في الجلسات العامه بتستبعد في اللجان المصغره نهائي. ليه؟ لان اصحابها قاعدين. لو هي فكره معارضه في ممثلين للمعارضه، لو هي فكره مؤيده في ممثلين مؤيده، لو هي فكره فنيه تحتاج لخبره الخبير موجود. وبالتالي يعني الجلسات المصغره دي الحقيقه يعني انتهت الى نتائج انا في رايي جيده جدا. ممكن تبقى البعض يقول، وده طبيعي جدا في اي حوار استاذ ريهام، مستحيل الحوار عباره عن عمليه اخذ وعطاء. في الاخذ والعطاء ما دام في اخذ وفي عطاء يبقى الوقت اتقسم نصين او 60 40. يعني لو في بس يعني اخذ بمعنى واحد اهو بيرغي زي حالاتي بيتكلم في حضرتك ساكته ومش هتتكلمي خالص ما يبقاش حوار. لكن بما ان في حوار رايح جاي، فبالتالي اللي هقوله مش بالضروره ابدا يبقى هو اللي هيتقبل كله. يعني هنوصل لنقطه صح في النص. هو حوار، دايلوج، مش مونولوج، مش مونولوج. واحد بيتكلم لوحده. لا لا, لا. طيب ايه الصعوبات اللي بتقابلكم او قابلتكم يعني كمجلس امناء اثناء صياغه المقترحات؟ شوف حضرتك، احنا الحقيقه اللي ريحنا مش تعبنا هو التنظيم اللي اتعمل الحوار من اول دقيقه واللي خد وقت. ناس كتير قالت لك الحوار اتاخر وقعدته كذا شهر والجلسات ما بداتش والناس ما قعدتش والكلام ما ابتداش. كل ده كان كلام الحقيقه في ظني مش دقيق قوي، لانه النتيجه اللي وصلنا لها بعد بدء الحوار كانت تؤكد انه كان في تنظيم جيد جدا. بمعنى ايه؟ احنا بدأنا الحوار بتشكيل وتنظيم مجلس الأمناء اللي هو الجهة المشرفة على الحوار كله، وكان مراعى في ده انه يبقى مجلس متوازن بيمثل كل الأفكار والاتجاهات والمدارس والأطياف. وبالتالي الكيان ده يؤتمن على الحوار ده. الكيان ده له بتاع الحكومة ولا بتاع المعارضة ولا حد مسيطر عليه خالص غير ضمائر أصحابه الأعضاء. الكيان ده لما اتخلق بالطريقه دي حط تنظيم جيد جدا للحوار، عباره عن محاور ولجان، مقررين ومقررين مساعدين، عددهم الاجمالي 44. عشان الحوار يوصل في الاخر لمجلس الامناء يرتاح، مش يرتاح بمعنى ينام، ما يتلخبطش في كم كبير جدا من التفاصيل، ال 44 دول اتقسموا ما بين كل القوى المعارضه والمؤيده في مصر مع مراعاه الخبره. يعني يبقى استاذ جامعي لكنه معارض، او استاذ جامعي لكنه مؤيد، او خبير في حاجه لكنه معارض، وهكذا. وبالتالي ده يوفر توازن تاني، انه مجلس الامناء متوازن
طيب اللجان والمقررين والمقررين المساعدين ايضا متوازيين، لان هو بيديروا الموضوعات ويقترحوا موضوعات. ده كله خلي بال حضرتك ادى اطمئنان ان الحوار ده مش تبع حد، يعني ما حدش يقدر ياخده ويجري بيه لا في سكه معارضه ولا في سكه تأييد. طيب لما خلص كل ده عملنا جلسات العام تنسيقها وتنظيمها، بيتكلم في اللجنه تقريبا في الاجتماع ما بين 40 الى 60 شخص او اكتر، يقولوا كل اللي عندهم. تيجي اللجنه المصغره تصوغ ده. مجلس الامناء اللي وصل له في الاخر ايه؟ في الاجتماع الاخير على الاقل وصل له مجموعه من التوصيات مكتوبه مفصله من كل مقرر لجنه ومقرر مساعد، رفعوها للمقرر العام بتاع المحور، لانه هو ده كمان بيمثل. يعني لو حضرتك تخيل المشهد، مقرر لجنه معارض مثلا ومقرر مساعد مؤيد، مقرر عام المحور مؤيد ومقرر عام مساعد المحور معارض، يعني في اربعه. الاربعه مقسومين لاثنين واثنين. لما مقرر عام اللجنه بيرفع للاثنين اللي فوقه او اللي بيرفع لهم، وهم كمان مقسومين لمعارض ومؤيد، بقى في اطمئنان تام ايه اللي هيتكتب في الاخر معبر عن الكل. مجلس الامناء قرا كل كلمه، يعني اجتماعنا حوالي 11 ساعه او 10 ساعات واكثر، كل كلمه اتقرت اتعرضت على مجلس الامناء، كل اللي جالنا من توصيات تم مناقشه فيها، تم اضافه اليها، تم حذف منها، تم تعديل في عدد قليل جدا منها، وفي الاخر خرج المنتج اللي راح لسياده الرئيس. ده الطريقه احنا نشتغل بيها واشتغلنا بيها. والطريقه دي برضه عشان اختم في سؤال حضرتك، تحت رقابه الراي العام. كل اللي اتقال هنا خلاصته شفتوها حضراتكم في اللجان العامه، شفتوها على التلفزيون على الاكسترا لايف، شفتوا الناس بتقول ايه. اللي اتقال هناك هو في النهايه دي خلاصته اللي طلعت هنا. طيب احنا شفنا الحقيقه في الفتره الاخيره تحركات غير مسبوقه للدوله، سواء كان في ملف الزراعه او كمان توطين الصناعه باجراء اعفاءات ضريبيه. قول لي دور الحوار الوطني هنا كمان كان ايه؟ شوف حضرتك احنا يعني في الصناعه وفي القضايا الاخرى كلها، ويمكن نقول نماذج من بعض التوصيات المره اللي فاتت مع حضرتك في الزراعه وفي الصناعه وفي السياحه وفي حاجات كثيره، الحوار الوطني ما هواش اللي بيدير مصر خالص. الحوار الوطني هو نبض مصر، نبض ناس بتتكلم ما عندهاش قنوات منتخبة، هم مش أعضاء في مجالس منتخبة، ما هماش بيتولوا مناصب تنفيذية سواء وزراء أو رؤساء هيئات أو مديرين خالص. هم كان بعضهم كان كده وبعضهم كان نائب وبعضهم نائب حالي، لكن الحوار الوطني مش كيان مؤسسي. وبالتالي اللي بيقول الحوار الوطني هو تعبير عن ما يرى كل هؤلاء أنه المصلحة الوطنية. طيب لما يتفق كل هؤلاء على بعض القضايا، المعارض والمؤيد بقى، السابق واللاحق، اللي في منصب يعني كان تنفيذي زمان وزير وبقى دلوقتي مش وزير، اللي كان عضو مجلس نواب او اللي حاليا عضو مجلس نواب، معنى كده انه الكلام ده صح. الدوله واضح جدا وده مؤكد بترقب بشكل يعني ايجابي جدا كل ما يقال في الحوار الوطني، مش باعتباره تاني مؤسسه خالص، احنا على باب الله يعني حيالله ناس بنقول اللي شايفين انه صح. مطالب زي اللي تم يعني او القرارات زي اللي خدها سياده الرئيس في موضوع الصناعه، ودي قرارات مهمه للغايه، دي قرارات تردد مفيش حد عارضها. يعني انا ما شفتش حد في الحوار الوطني مثلا في الاعفاءات الضريبيه او في التوسع في الاسقف الائتمانيه للصناعات الجديده او في تخصيص الاراضي او في توطين الصناعه، وكل ده قدامي مكتوبه، محدش اعترض. الدوله لمست والرئيس عرف وفهم طبعا من متابعته الدقيقه للموضوعات بالتفصيل، ودي طريقته، انه الامر محتاج، لا ده مش بس احتياج، ده كمان اجماع، احتياج حقيقي للصناعه، وده قرارات يعني المفروض تتعمل. وكمان ده الناس اللي معارضه والمؤيده اللي المتخصصه واللي مراقبه بشكل عام عايزه ده. وبالتالي الحوار الوطني مسته انه بيعمل حاله النبض دي، بيرفعها، بعضها بيتكتب في توصيات وبعضها بيتقال، ممكن ما يوصلش مرحله التوصيات وقد يبدو للبعض انه حاجه صغيره. قرار اعفاء الضريبي ده قرار مهم للغايه، لانه ناس كتير مش واخده بالها، يمكن النهارده بس اتضح، لكن الناس ما خدتش بالها من اول لحظه. ده يستلزم تشريعات قانونيه. فرض الضريبه والاعفاء منها لا يتم الا بقانون. يعني ده مش قرارات تنفيذيه. وبالتالي
الرئيس النهارده رئيس الوزراء قال بشكل واضح انه هيتم التعجيل بوضع مشروعات القوانين. ودي حاجات الحقيقه انا عايز اقول لحضرتك مش مسبوقه يمكن من كتير كتير، يعني في بدايه الانفتاح الاقتصادي كان في قرارات بس كانت مشوهه شويه بالافئات الضريبيه لبعض المستثمرين مش الصناعات. وبالتالي انا اظن ان ده النبض ده هيفضل مستمر. استجابه الدوله والسيد رئيس الجمهوريه سواء لمقترحات مكتوبه او لنبض تم في الحوار الحقيقه هي استجابه دائمه وحميده وفوريه. ازاي بالمناسبه دي يعني ازاي يا استاذ ضياء بتقدروا تحققوا التكامل ما بين الحوار الوطني وما بين السلطه التشريعيه؟ يعني بقصد طبعا البرلمان بغرفته. شوف حضرتك احنا عدد كبير جدا من الحاضرين للحوار ومناقشين فيه وفي جلساته وبقدر كبير جدا الحقيقه من الفعاليه ومن النشاط الساده نواب مجلسي النواب والشيوخ عدد كبير جدا. وبالمناسبه وكل الاطياف كل الاطياف عندنا كمان بعض اللجان وكتير من اللجان بيرأسها سواء ساده اعضاء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ او رؤساء اللجان في مجلس النواب او مجلس الشيوخ. يعني اللي حضرني حالا مثلا الاستاذه نورة علي رئيس لجنه السياحه في مجلس النواب هي رئيسه لجنه السياحه في الحوار الوطني. التكامل ده بيقول ايه؟ احنا واحد مش مؤسسه دستوريه. الحوار حاله سياسيه مش مؤسسه دستوريه. الدستور ما بيمنعش الحوار نهائي، بالعكس بيدعو انه يبقى فيه دايما تعدديه الماده الخامسه. احنا طبقنا الدستور بطريقتنا، دعوه الرئيس استفدنا منها اتعمل حوار. لكنه مش مؤسسه. ولا هو منتخب ولا هو معين. قرار انشاء مجلس الامناء يا استاذ ريهام اصدره مجلس الامناء. احنا في اول جلسه احترنا. طب احنا مين؟ كل دول بقى اللي قاعدين ال 21 شخص كنا ساعتها احنا مين؟ يعني طب مين اللي عيننا؟ احنا جينا بالتشاور وكواليس قعدت شهر ونص ورضينا ببعض. طب نعمل ايه يا جماعه؟ هل يصدر قرار من رئيس الجمهوريه؟ طب ده مش موجود في الدستور وفي القانون. رئيس الجمهوريه دعا للحوار. طب هل رئيس الوزراء؟ لقينا انه ما ينفعش من الناحيه القانونيه. فخدنا شيء جديد جدا انه مجلس الامناء اصدر قرار تشكيل نفسه، قرار رقم واحد. اسمه كده. وبالتالي ما احناش مؤسسه تشريعيه، ما احناش لدينا قدره ولا يعني صلاحيه للرقابه على الحكومه. البرلمان له ثلاث حاجات. يشرع ويراقب ويعتمد الموازنه وخطه الدوله الاقتصاديه. احنا ما عندناش الرقابه، لا نملكها، لكن نملك النبض. ما عندناش التشريع. احنا على فكره معظم الساحقه من مقترحاتنا التشريعيه مش طالعه في هيئه مواد قانونيه، يعني مش بنقول الماده الاولى وديباجه القانون. ليه؟ احتراما انه في سلطه تشريعيه وسياده الرئيس عنده كمان مستشارين قانونيين هم اللي هيصيغوا الصياغه التشريعيه الدستوريه عشان يطلع القانون. احنا بنقول افكار. وبالتالي مفيش بيننا وبين المجلس النواب او الشيوخ اي تعارض، بل بالعكس. انا بشكر بالمناسبه دي جميع يعني الساده النواب شيوخا ونوابا اللي حضروا معانا واثروا النقاش، وبعضهم الحقيقه يعني وده بقوله والله وده حصل فعلا سواء الحاليين او السابقين حلوا اشكاليات كبيره جدا كانت موجوده في بعض القضايا نتيجه تفاهمات عملوها وخبره عندهم وحلوا كتير من القضايا اللي وصلنا فيها لتوافق كامل تقريبا. طيب شايف ازاي الدعم والتشجيع من السيد رئيس الجمهوريه للحوار وبينعكس ازاي هذا التشجيع على جديه الحوار واهميته وتاثيره كمان؟ بص حضرتك هو الرئيس يعني بيحملنا مسؤوليه اضافيه كل يعني ممكن يبقى في مسؤوليه ضميريه عندنا كلنا. في الحوار كل المسؤولين عنه وكل المشاركين فيه حاسين بانه ضميريا لازم ينجحوا وضميريا لازم يعبروا عن الناس. الرئيس يعني تقل علينا المسؤوليه الضميريه دي. ليه؟ لانه هو استجاب لنا، استجاب لاكثر من اقتراح من عندنا، وبعدين راح في شهر يونيو اللي فات في برج العرب في مؤتمر الشباب في الاسكندريه في الوطني قال لا خلاص اللي هيطلع لي بتوافق وانا املك دستوريا الموافقه عليه حوقع عليه بلا قيد او شرط. ده كان الحقيقه جمله يعني خلتنا نرجع ورا يعني طب وبعدين؟ ده لازم نطلع حاجه. واللي ما مملكش دستوريا موافقه عليه هحوله.
للجهات الاختصاص اللي هي ابرزها المجالس التشريعيه، مجلس النواب والشيوخ. وبالتالي التشجيع ده، الاستجابه دي، السرعه دي، احنا في اخر اجتماع سياده الرئيس في ختام اجتماعنا تقريبا يعني كنا بننتهي، كان وصلوا مننا سريعا، حتى مش بشكل يعني رسمي تماما، لكن وصل كتير من او معظم التوصيات. سيادته فاجئنا باللي كتبه على صفحته من ان هو يعني وصلوا ده، وانه هينظر فيه بشكل ايجابي جدا. ده الحقيقه بيلقي مسؤوليه اكبر على المشاركين في الحوار، انه لازم يطلعوا بشيء، لان الحوار في النهايه، الحوار ده اللي هو الجلسات دي، مش حاله الحوار اللي بنتكلم عنها دايما اللي هي مستمره طول الوقت ما فيش عليها قيود. لكن الحوار ده بجلساته دي بموضوعاته دي، في مسؤوليه على المشاركين فيه دلوقتي، بانهم رئيس الجمهوريه بيقول لهم ابعتوا لي هاتوا حاجه، واللي هتجيبوه هناخد بيه اذا كان في توافق، وفي طبعا امكانيه. وبالتالي احنا في انتظار انه يعني ال- 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 القرارات اللي تصدر من الرئاسه، وبدات طبعا بعض القرارات تعبر عن يعني نبض الحوار زي ما قلت لحضرتك، لكن احنا في انتظار الحقيقه. نعم. اكيد هتبقى في قرارات. نعم. اكبر من كده هل في توصيات تم الانتهاء منها يعني خاصه بالمرحله الثانيه من الحوار؟ واذا كان يعني ايه اهم القضايا اللي خاصه بيها هذه التوصيات؟ لا احنا لسه المرحله الثانيه فيها حاجتين، فيها نوعين من التوصيات اللي ما اتعملتش. عندنا قضايا اتناقشت بس لسه بالبلدي ما استوتش، يعني لسه فيها اراء ما وصلناش للشكل النهائي فيها. وفي مش كل ابعادها اتناقشت، يعني قضيه مثلا مثال زي الدين العام اتناقشت في جلستين واتقال فيها كلام مهم، لكن لسه ليها ابعاد ما كملتش. فالقضايا اللي ما كملتش هتتناقش تاني في جلسات عامه. وفي قضايا كمان الاحزاب اتناقشت في جلستين ايضا، لكن لسه محتاجه جلسه خاصه، لكن اللي اتقال في المجال العام اتقال كله. في قضايا ما اتناقشتش خالص، يعني مثال عندنا النقابات المهنيه، دول 25 نقابه في مصر بيمثلوا عشرات الملايين من الناس، من الدكاتره والمحامين والمهندسين وغيرهم. عندنا قضيه الحبس الاحتياطي، قضيه مهمه، تعديل تشريعات الحبس الاحتياطي في قانون الاجراءات الجنائيه، ده ما اتناقشتش. عندنا التضخم وغلاء الاسعار، لسه ما اتناقش. عندنا التمكين السياسي للشباب بما فيه العمل الجامعي واتحادات الطلاب، انا بتكلم في قضايا، بنقي القضايا المهمه اللي الناس تبقى دي قضايا، ما قضايا بتهم ناس كتير جدا، دعم الرياضه ومراكز الشباب والانديه الرياضيه تهم بقى عشرات الملايين في مصر، دي قضايا لسه ما اتناقشتش خالص. ففي قضايا اتناقشت ولسه ما نضجتش في قضايا في الحوار العام، فبتحتاج حوار عام تاني، ده اول نوع. النوع التاني تناقش في حوار عام لكن محتاج لجان صياغه اكثر يعني كثافه عشان يطلع منه كلام محدد زي قانون الاحزاب. قضايا ثالثه ما اتناقشتش على الاطلاق. كل ده المرحله الجايه اللي هي اللي جايه دي، مش السنه الجايه يعني، بتكلم على يعني ساعات وايام قليله جدا جدا، الحوار هيكمل في ثلاث مستويات من الاجتماعات والجلسات. طيب 113 قضيه هي اجمالي القضايا اللي بيناقشها الحوار الوطني، عدد القضايا تقريبا اللي تم حسمها لحد دلوقتي، وهل هنقف عند 113 ولا ممكن يعني اثناء العمل يظهر جديد وبالتالي يعني لا العدد يزيد عن كده؟ شوفي طبعا اثناء العمل بيظهر جديد، ده صحيح. يعني احنا ظهر لنا مثلا قضيتين، القضيه الاولى جت من وحي مسلسل الوصايا، تحت الوصايا اتعمل والحقيقه اتقطع فيه شوط كويس يعني فيما وصلنا نهائيا القانون الخاص بيه. طبعا وصلنا مشروع قانون يعني كامل في هذا المشروع، ده ما كانش مطروح على يعني في الجلسات الاولى. عندنا توجيه سياده الرئيس للسيد رئيس الوزراء بانه يبعت لنا مشروع قانون المجلس الاعلى الوطني الاعلى للتدريب للتعليم والتدريب، ده ناقشناه مرتين، جلستين وجلستين، لانه كان في تعديلات عليه من السيد وزير التربيه والتعليم وناقشناه. قطعا في المرحله الجايه ممكن تظهر لنا قضايا اخرى، يعني ده مش مستبعد ابدا، او من قضايا موجوده في الحوار تتفكك اكتر فيبان جواها ان في قضيه مهمه ان احنا لازم نناقشها. ال 113 احنا اللي خلص زي ما قلت لحضرتك واتبعت فعلا سياده الرئيس هو بالظبط 13 لجنه من 19 لجنه. ال 13 لجنه برضو مش كلهم، في لجان يعني مثلا الصناعه بعتنا جزء، السياحه بعتنا جزء، الزراعه بعتنا حاجات وفي حاجات لسه ناقصه. فبالتالي يعني انا تقديريا حوالي من 60 ل 70 قضيه اتبعتوا فعلا خلصوا، يمكن
تقريبا 60 الى 70 قضيه. الباقي زي ما قلت لحضرتك ما بين ما تناقش اطلاقا او تناقش في لجان عامه ومحتاج اعاده بلوره في لجان خاصه، او ان هو محتاج بعض الجلسات العامه عشان يتبلور بصوره افضل. هل هناك جدول زمني لانطلاق الجلسات الجايه كمان في الحوار الوطني، وايضا جدول زمني لانتهائه، ولا هو اصبح يعني حوار موجود او جزء من حياتنا يعني اذا تحدثنا عن فكره الحوار؟ الجدول الاول اللي هو الجدول الزمني للجلسات اللي جايه جاري اعداده فعليا، يعني من امبارح او من امبارح جاري تشاور، لانه بيتم ازاي؟ يتم التشاور بين المنسق العام ومقرري العموم المحاور، الثلاث محاور، وحضراتهم بيكلموا حضرات المنسقين اللجان والمنسقين المساعدين يسالوهم هنعمل ايه الاسبوع اللي جاي واللي بعده، ويبتدي التشاور ده ياخد له يومين، يوم او يومين رايح جاي ما بين كل هذه الاطراف، وفي الاخر بننتهي الى ده جاري حاليا وهيعلن قريبا يعني امتى وايه اسماء اللجان واسماء الجلسات اللي هتعقد. فيما يتعلق بانتهاء الحوار، او احنا الحقيقه زي بقول لحضرتك اللي بنعول عليه طول الوقت مش انه الحوار ده اللي يكمل، تاني حاله الحوار. ممكن المره دي بنتناقش في 113 قضيه. لو حاله الحوار قائمه ممكن بعد سنه او سنتين، طالما حاله الحوار قائمه بالاطراف المتعدده دي فجاه نلاقي قدامنا 10 قضايا ثانيه، مش دول خالص. ممكن يطرا على المجتمع قضايا تستحق النقاش العام. لو مش موجوده حاله الحوار هنحتار. طب هنعملها ازاي؟ لكن حالة الحوار قائمة بمعنى الأخذ والعطاء، قبول الرأي والرأي الآخر، احترام المواقف وتبادل الآراء عبر المواقف، يخلي حالة الحوار في أي لحظة نحتاج لها نلاقيها. طيب الحوار ده تحديدا اللي هو اللجان والجلسات والموضوعات، احنا الحقيقة مش حاطين سقف زمني. يعني ليه سقف زمني؟ معناه ان احنا، انا اسف في التعبير اللي هقوله، ان احنا هنسلق قضايا عشان نخلص في الوقت المناسب، يبقى نطلع اي حاجه عشان ترتبط بالجدول الثاني، عشان ترتبط بالجدول ده. لكن ده مش الحال. احنا اتاخرنا في حاجات زي ما قلت لحضرتك واجلناها لان فيها حاجات صغيره ناقصه، لكن اجلت. احنا بالتاكيد هنحاول باسرع ما يمكن ان احنا نخلص القضايا دي، وده في النهايه يعني اقول لحضرتك رغبه كل المشاركين في الحوار بلا استثناء. هيفضل الحوار قائم بدون شك لغايه موضوعية ما يخلص كل اللي عنده، لكن لو حصل في لحظه ما نتيجه مواعيد دستوريه تتعلق باستحقاقات يعني اخرى زي الانتخابات الرئاسيه، قطعا هيبقى في مجلس امناء الحوار راي في هذا الشان بما لا يمس الحوار ولا يمس الانتخابات الرئاسيه. نعم، في رايك صحيح ايه هي اهم مكتسبات الحوار الوطني يا استاذ ضياء؟ بص حضرتك يعني ما انا اسف مش حمل من اللي بقوله ابدا ابدا ابدا، وانا برجع تاني كل مره اكد ده بكلام الرئيس. كلام الرئيس قال ان الاصلاح السياسي تاخر نتيجه اولويات اخرى كانت عندنا. الدول شحمها ولحمها السياسه، لانها مش كيان اقتصادي، هي كيان سياسي، الدوله سياسي، والكيان السياسي معناه السياسه مش بالمعنى الشائع للكلمه اللي هو يعني ناس بتتكلم في السياسه، لا، السياسه من اللغه العربيه سياسه يسوسو، اي يدير شان ناس او اخرين مسؤول عنهم. فبالتالي الحوار لما الرئيس قال ده ورجعنا لحاله انه في اطراف مختلفه يا جماعه. والرئيس زي ما قلنا 26 ابريل في افطار الاسره المصريه كان موجود بيكلم الاطراف المختلفه. ما كانش كان بيكلم اطياف كتيره من الاطراف المختلفه موجوده قدامه. لما دعا الحوار دعا في وجود الناس دي، ولما دعا الناس دي للحوار كان بيعني بجمله واحده انه الحوار هو مستقبل هذا البلد. هذا البلد ليس ملكا لفصيل ولا لفئه من الناس ولا لطائفه من الشعب المصري ولا لاي حد على حده. ليه؟ لان انا هو حضرتك انا مش شبهك وحضرتك مش شبهي، ولا المواطنين اللي قاعدين قدام بيوتنا ده مفيش اتنين حتى التوأم شبه بعض، وبالتالي كلنا مختلفين. طب صح. المختلف ده يعمل ايه مع المختلف؟ افكارنا مختلفة واحتياجاتنا مختلفة كل حاجة مختلفة، وده مش معناه الصراع، ده معناه التكامل. لان احنا كل ما كان فينا واحد طويل وواحد قصير نقدر نكمل بعض، كل صح. ما كان فينا واحد بيعرف يتكلم والتاني بيعرف يفكر هنكمل بعض. وبالتالي حالة الحوار هي حالة زي بقول لحضرتك انا كل ثقة فيها ومتأكد تماما ان دعوه الرئيس، وان الرئيس، وانا مش بقول ده سمعته من الرئيس، لا ما سمعتوش، لكن انا بقرا بحاول اقرا اللي عمله الرئيس. الرئيس
عايز اطمئن على مستقبل مصر. مستقبل مصر بعد سنة، بعد 10، بعد 20، احنا كلنا رايحين. مستقبل الوطن الرئيس لمح وتأكد انه لن يقوم الا بان المصريين دول بتوع 30 يونيو تحديدا، اللي ازاحوا الغمة، اللي عملوا اسسوا جمهورية مختلفة، يقدروا هم اللي يعملوا الجمهورية الجديدة. ومن غير حوار بينهم، لو في حصل الصدام او الخلاف نقول ايه العنيف، الخلاف موجود ولازم، لكن الصدام ما يفنيش مستقبل مصر. احنا كلنا مهددين. تحالف 30 يونيو، اقولها على منتهى الصراحه ورايي الواضح، تحالف 30 يونيو لو لم يتحاور ويتوافق حول اختلافه كلنا مهددين بشيء غامض. ربنا واحد اللي يعلم بيه. طيب يعني لأي مدى نقدر نقول إنه هذا الحوار بيثري الحياة السياسية والحزبية في مصر يا أستاذ ضياء؟ شوف، ده مرحلة أولى ومهمة. ليه؟ لأنه الإقرار بوجود آخر سياسي أو نقابي أو اجتماعي أو فكري، ده أول بداية الاعتراف بأنه في حياة حزبية. الدستور بيقول إنه أصل الحياة السياسية في مصر التعدد والتنوع، وان الاحزاب هي اساس الحياه السياسيه في مصر. طب الاحزاب بصراحه شديده وكلنا عارفين حالتها، مش اكتر شيء نرضى عنه، ده مؤكد. طب عشان يبقى اكتر شيء نرضى عنه يحصل ايه؟ يحصل اولا انه يبقى الاحزاب بتعترف ببعضها، لا تخوين بينها، ولا حد صاحب البلد والتاني جاي يضيف عليه. ما حصلش الكلام ده وعمره ما حصل. الاحزاب دي كلها بمختلف ايديولوجياتها وافكارها، طالما رضيت بالدستور نهجا وبشرعيه الحكم في مصر حكما، اذا كلها على قدم المساواه. طيب الاحزاب بعد ما بقت على قدم المساواه في الحوار الوطني او في اي حوار، يبقى في حجه بالحجه. هو الحوار بيجي بايه؟ بالاقناع وبالحجه، وكمان بقدرتي على نشر فكرتي. ما هو الحزب مش هيبقى قوي الا بالناس، ما فيش حزب هيتعمل في اوضه، الحزب يتعمل في الشارع، والشارع يعني اعلام، يعني وسائل تواصل، يعني كل ده بينظمه قانون الاحزاب. ولذلك احنا تمهلنا في اصدار توصياتنا فيما يخص قانون الاحزاب، لانه في نماذج كتير من الدول على فكره. يعني في دول، مثال المانيا، دي دوله متقدمه جدا وماليا وسياسيا، لغايه اللحظه دي بتدعم الاحزاب ماليا بمبالغ ضخمه جدا. ليه؟ حرصا على الديمقراطيه. ليه؟ لانه المانيا حصل لها في تاريخها شيء خطر. المفاجأة في سنة 33 جه حزب اسمه الحزب النازي، استولى على البلد بالانتخابات، نتج عنه حكم ديكتاتوري، دخل العالم في حرب عالمية تانية، دمر ألمانيا. فألمانيا بتدعم الأحزاب عشان هي عارفة إنه التعدد الحزبي هو اللي بينقص. ده نموذج، وفي نماذج أخرى لدعم الأحزاب فيما يتعلق بجلسة قانون الأحزاب ودعم الأحزاب. أنا رأيي هتبقى من أهم التوصيات اللي هتخرج، لأنه أستاذ ريهام هذا البلد لو ما فيش فيه قوة سياسية وحزبية حقيقية متنوعة تعمل تحالفات مع بعضها أو تندمج في بعضها أو تنافس بعضها، إحنا يعني هنبقى مش آمنين قوي على المستقبل. تمام. طيب قول لي بقى، بتتابعوا ازاي ردود الافعال العالميه على الحوار بمختلف توجهاتها؟ شوف حضرتك، يعني ردود الافعال العالميه، وده امر يعني انا لاحظته من اول لحظه، من يوم بالظبط ما بدا، بعد ما تشكل مجلس الامناء وعملنا مؤتمرات صحفيه، كنت حريص، يعني كان بيديرها بيعملها المنسق العام، كنت حريص في كل المؤتمرات انه الجميع من هو معتمد في مصر من الإعلام الأجنبي من حقه يحضر ومن حقه يسأل، وحضر وسأل كل الأسئلة، وكان على الهواء مباشرة على كل يعني على قناتكم المحترمة والقنوات الأخرى كلها، ومفيش كلمة اتقطعت لغاية ما الناس زهقت من الكلام اللي بنقوله وخلصنا. وبالتالي الإعلام الأجنبي شاف بعينه أنه الأمر مش فياسكو، الأمر مش لعبة، لا ده في قضايا وأسئلة بجد بتتسأل، فبدأ ينشر بعض الحاجات عن الحوار الوطني. طيب مشينا شويه في السكه، عدد كبير من ممثلي البعثات الدبلوماسيه الكبيره في مصر الغربيه تحديدا، تم اللقاء معاهم وطلبوا مواعيد مع المنسق العام، وقعدت معاهم وعشان وقعدوا مع بعض اعضاء مجلس الامناء عشان يعرفوا ايه اللي بيحصل.
الاب اثناء انطلاق الحوار بعد 3 مايو يوم 3 مايو يوم انطلاق الحوار دعينا اكثر من 40 ممثل لدوله اجنبيه ومنظمه دوليه واقليميه لحضور جلسه افتتاح حوار الوطن، وحضروا شفناهم. بعدها بحوالي اسبوعين او ثلاثه دعيت، وكان معايا الرئيس الامانه الفنيه المستشار محمود فوزي، دعيت حوالي 50 مراسل اجنبي، قعدنا معاهم جلسه موسعه سالوا فيها كل اللي هم عايزين يقولوه. كل ده انتج ايه في الاخر؟ انتج التالي: الاعلام الاجنبي حضرتك ذكر الحوار الوطني ولم يذكره ولا مره تقريبا الا ايجابيا. ممكن ما يكونش ذكره كتير، ده وارد، لكن المرات اللي ذكر فيها ذكر بشكل ايجابي، كان ايجابي. وعندما لا يذكره كثيرا انا بفرح. ليه؟ لانه كتير من العالم الاجنبي بيدور على المصيبه، مش بيدور على، يعني بيدور على السلبي مش طبعًا. الايجابي. طالما طنش، هو اعلام متحيز ضدنا، يعني مش ايوه كتير منه لكن في النهايه هو شايف كده. طالما ما قالش ان في حاجه سلبيه يبقى اللي بيحصل ايجابي. دي قراءة يعني موضوعية جدا. لم يجد فيما ينتقده التقصد، لم يجد شيء. وكل 90% من اللي نشر عن الحوار الوطني إيجابي، وانطباعات الممثلين المختلفين للبعثات الدبلوماسية وبعض مجالس حقوق الإنسان الدولية وغيره أيضا إيجابي حتى اللحظة. وأنا أظن أنه كمان استجابة الرئيس السريعة لمقررات الحوار الوطني فيما سبق، خاصة قرار أو اقتراح بتاع مد الإشراف القضائي على كل الانتخابات في مصر، ده اقتراح مركزي والرئيس قال هندرسه وهناخد قرارات فيه. وبالتالي انا اظن انه لغايه دلوقتي النظره العامه من الخارج سواء الاعلاميه او الرسميه الحكوميه او المنظمات ذات الصله حتى الان هي نظره ايجابيه، وما سمعناش نقد للحوار الوطني. طيب عايز اروح مع حضرتك لموضوع مهم الحقيقه حصل هذا الاسبوع او يعني في الاسبوع الماضي، هو انضمام بريكس مصر لتجمع بريكس طبعا الضخم عالميا. الحقيقه انه دي كانت يعني خطوه مهمه جدا، اهميتها في الاول بالنسبه لنا ايه، وازاي مصر فعلا استعادت هذه المكانه العظيمه والكبيره والتاثير العالمي ليها بعد ثوره 30 يونيو؟ لكن الاول اهميه انضمامنا ايه لبريكس؟ إيه اللي هنستفيده؟ شوف حضرتك، يعني طبعا الاقتصاديين أقدر مني على فهم الأبعاد الاقتصادية، لكن احنا بنتكلم على تجمع بيضم حوالي 40% من سكان العالم، ده لما كان خمس أعضاء، وحوالي 25% من الناتج المحلي العالمي. دي أرقام ضخمة جدا. ولما بينضم إلى الخمسة ستة تانيين، ست دول يعني من الدول الرئيسية، منها ثلاث دول عربية، منها برضو دي علامات الناس تاخد بالها منها، عندنا في التجمع ده روسيا في اوبك بلس من مصدري وفي اوبك بترول، لما ينضم السعوديه والامارات وايران، انا بتكلم في دول في اوبك بلس واوبك منهم ايران طبعا من كبار مصدري الطاقه. اذا التجمع خد كمان بعد اضافي مهم، وده يمكن الاقتصاديين يفهموا اكتر مني فيما يخص فكره الدولاره او الدولار واستبداله. ليه؟ لانه الطاقه وخاصه النفط بيتم التبادل فيه بالدولار، فلما يبقى دول رئيسيه في اوبك عربيه تحديدا ومعاهم روسيا دخلوا في تجمع، هدفه الرئيسي في الاخر انه يعيد طريقه تبادل المالي ما بين الدول، وما يبقاش في مركز اسمه الدولار، ده امر في منتهى الاهميه، مش النهارده بس بكره. مصر داخله في هذا السياق وهي مقدره كدوله بالقطع، وانا بقول ده بشكل واضح جدا جدا يعني اقتصاديا وسياسيا، مفيش حد هياخد في تجمع ناشئ بهذا الشكل كونش 2009 وتوسع لاول مره في 2010 بدوله واحده اضيفت اليه جنوب افريقيا عشان يضم ست دول منهم مصر، محدش هياخد دوله معطوبه. تجمع اقتصادي بينافس او طارح نفسه عشان ينافس الاتحاد الاوروبي وينافس صندوق النقد الدولي وينافس البنك الدولي وينافس كل اللي اتبنى على اتفاقيه بريتون وودز اللي اتعملت في الاربعينيات. النظام المالي والنقدي والاقتصادي العالمي كله قايم على النظام الغربي. التجمع ده لما ياخد جوه الصين والهند والبرازيل وجنوب افريقيا وروسيا ويقرر ياخد ست دول منهم مصر، قطعا هو لا يرى فيها ابدا انها هتبقى عائق. ده هو هيرى فيها اضافه، لانه استاذ ريهام معركه البريكس معركه صعبه،
مش معركتنا احنا كمصر. نعم. هذا التجمع اللي بيظهر في ظروف سياسية وعسكرية فيها استقطاب كبير ما بين روسيا اللي هي واحدة من المؤسسين الكبار والصين وبين التحالف الغربي، وبالتالي سياسيا واقتصاديا الخناقة كبيرة، ما حدش هيجيب حد ضعيف عشان يدخل بيه خناقة بالحجم ده. نعم. اي حد، انا اسف، انا بشوف بعض الحاجات طبعا من خارج مصر، يعني والله ما بحب استخدم تعبيرات زي الجهل او غيره، بس هي جهل، انه اوعوا تفتكروا انه في مجاملة في ده. الدول ما بتجاملش في مصالحها العليا، دي خناقة دولية اضخم مما تتخيلوا. صح. عسكرية على الارض في اوكرانيا فيها دم كل يوم، وتكاد تكون عسكرية في تايوان مع الصين، واقتصادية طاحنة، وبالتالي انه يبقى في تجمع في مصر، قطعا مصر بالنسبة لدول تمثل اضافة. ليه منصات الاخوان مستمرة في الهجوم يعني على شخصيات ورموز الحوار الوطني، على الرغم من حضرتك اكدت لي اكتر من مرة ان هم يتمنوا المشاركة في هذا الحوار، بل ويعني حاولوا ان هم يكون ليهم دور فيه؟ لا، هم بص، هم لغاية دلوقتي بينقوا، يعني في حالة انتقائية من النقد والشتيمة، هي شتيمة للأسف، يعني ما بحبش استخدم التعبيرات، لكن مش قادرين يقولوا حاجة في جوهر الحوار. هم بينقوا بعض المعارضين، طبعا كل المؤيدين بيتشتموا، ده طبيعي، ده ما فيش، بس كمؤيدين يعني، مش بغض النظر عن مشاركته في الحوار، يعني شاركتي في الحوار ما شاركتيش في الحوار، انت من الحكم بيعتبروك عدو، يعني انت عدو دائم. طيب المعارضين بقى، المعارضين هم ما جرؤوش يشتموا حد فيهم صراحة إلا لما تيجي مناسبة. ما مثلا، معلش هقول المثل ده عشان بشكل واضح، ما قدروش يتكلموا في حق الأستاذ حمدين صباحي إلا لما راح قابل الرئيس بشار الأسد، شتموه على دي، بس ما شتموش على الحوار، لأن هم مش عارفين يقولوا إيه في الحوار. ما هو اللي موجودين في الحوار دول كلهم بلا استثناء غير المؤيدين وحتى المؤيدين من الناس اللي هم ما يقدروش يشككوا في يعني معارضتهم، وانه الناس دي مش هتيجي لا بضغط ولا تيجي يعني مش هتيجي غير بالاقناع، فما قدروش يكلمهم في الحوار، فينقوا قضيه شارده بحيث فلان في الحوار، طب نشتمه. لكن شخوص الحوار اللي بيتهموها سواء في اداره الحوار زي العبد الفقير لله او غيره، لا يعني يشتموني طبعا يعني الناس، وانا بشكرهم على الشتيمه دي، لانه يعني في النهايه الحقيقه اذا اتت الشهاده من اشخاص من هذا النوع هي شهاده يعني حق فيه على طول. لكن الحوار نفسه ما جرؤوش يناقشوا حرف من التوصيات. انا اتحداهم، انا تحديتهم قبل كده كذا مره وما قدروش يردوا على التحدي. ادي اهو الصفحات قدامهم، زي ما كل يوم عاملين حاله نميمه تاريخ، نميمه يعني انت عارف حاله الراغي النميمي اللي هو ما بيخلصش، شوف فلان عمل ايه والحق شوف ده وحصل واصله اعلان وترتان وصور، وبيستخدموا ادوات تلفزيونيه معقوله بيستخدموها، بس في النميمه. انا بقول لهم عندكم اهو صفحات، يا ريت تبتدوا تقروها ويمسكونا واحده واحده لو تعرفوا، وقولوا والله يا اخوانا في المجالس الشعبيه المحليه حكايه النظر في وضع المدن بالمجتمعات العمريه الجديده واهميه ضمها للمجالس المحليه دي فيها ايه للشعب المصري، خلوا عندكم شجاعه وناقشوا الحاجات دي زي ما هي، زي ما بتعملوا الانفوجرافات الكبيره اللي بتحطوها دي، تحطوا فيها كلام فارغ ومصادر فارغه، خدوا اهو اعملوا انفوجراف، حطوا ال 39 صفحه وهتكفيكم حلقات بدل الدش، عندكم كلام هو بجد، حطوها وقولوا رايكم، قولوا رايكم ايه في النقطه دي في 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 قضيه اعاده تطوير وتخطيط المناطق الصناعيه القائمه، قولوا لنا رايكم ايه؟ لو كنتوا تعرفوا عنها حاجه هاتوا الخمس خبراء، هم خمسه عشان تبقى حضرتك عارف، بيلفوا الحتت كلها، خبير فلان بتاع الميه بتاع سد النهضه، خبير علام بتاع النظام النقدي والنظام المالي، الخبير ترتان بتاع الشؤون الحزبيه، وانا والله بحلف بالله انا راجل بعمل في العمل البحثي من سنة 82، شرفت بالعمل في اكبر مركز ابحاث في المنطقة وفي الاقليم، والمصنف 30 الى 50 على مستوى العالم من 8000 مركز، والله العظيم ما سمعتش عن هذه ناس كتير الأسماء. جدا ما عرف عنها حاجة، وانا راجل بتاع علوم سياسيه مش متهم، دي وظيفتي. نعم. فانا بقول لهم اهو يعني الخبراء دول ما عدوش عليك عمرهم ولا سمعت ولا تعرف والله بعضهم، مش بس الخبراء، انا هسأل سؤال هو على الهوى، بعض النجوم الزاهرة في إعلام الإخوان أنا بسألهم مين دول؟ بسألهم بجد،
يعني انتوا مين، يعني انتوا مين وامتى؟ انا راجل في العمل العام في من سنه 7، اول شيء عملته في حياتي انتفاضه يناير 1977، وكنت في بلدنا في غرب النيل في ارمنت، شاركت فيها وانا طالب ثانويه عامه. من ساعتها انا في العمل العام، خارج داخل ما شفتش حد، سمعت عن بعض الاسماء من بعض الناس مؤخرا، لكن قيادات المعارضه المصريه في معظمهم انا يعني يا جماعه سامحوني والله ما صادفتكم ولا شفتكم ولا عرفنا بعض. ولما بقول ما عرفناش بعض معناها ان كنت لو ما كنتوش موجودين، لان انا كنت موجود مع رفاقي وزملائي لسنوات طويله جدا في كل حته، انتوا اللي ما كنتوش معانا. تاني يلا الحوار الوطني معاكم، يلا ورونا بقى هتعملوا ايه، خدوها كده سطر سطر وطلعوا لنا القط الفاطس اذا عرفتوا تقروا اصلا معاني اللي مكتوب. انا بشكرك يا استاذ ضياء، طبعا شكرا جزيلا استاذ ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، شرفتنا ونورتنا. اشوفك الاسبوع الجاي ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا ليك وبشكر حضراتكم واشوفكم مره تانية في حديث الاخبار. الى اللقاء.